بالطبع هو عمر يعني مزيج وخليط ما بين يعني التجارب كلاعب وكمدرب والمدربين اللي تحككت معاهم يعني في مسيرتي الرياضية عامة. ذي هي يعني الفلسفة، إذا تسأل أي مدرب نصور يجاوبك يعني نفس الإجابة نوعا ما، في اعتقادات وفيه يعني مواضيع أنا متأكد منهم يعني هما فلسفتي وخارجين يعني من نضج عادي، ولكن في بعض النقاط تعلمتهم كلاعب وكمدرب في الأكاديمية يعني، ولكن هما فما جزئين عمر، جزئين نعم. ممكن العباد ما تعرفهمش. فما مدرب في وسط الميدان، وفما إدارة، فما مدرب وإدارة أو الجانب الفني والجانب الإداري، كل جانب والإداري مختلف عن والإداري الثاني. وهما زوز يختلفوا، لكن أنا تكونت على حاجتين هذوما يعني. هذاك علاش يعني هو انجلترا معروفه بالمانجمنت، يعني أكيد. المدرب هو مانجر ليس هيد كوتش في انجلترا، ولكن يعني بعد 2010 صار تطور يعني في تكوين المدربين في انجلترا، وحسنوا يعني التكوين بصفه عامه، ولا هيد كوتش، ولكن عنده يعني بعض الاداره اداره اللاعبين واداره يعني الطاقم في يوميا، وهذوما حاجات يعني زوز يختلفوا. وعندي اعتقادات وعندي يعني فلسفتي الخاصه في الحاجتين هذوما. بالنسبه في وسط الميدان يعني راديش عادي يحب يضغط عالي، يعني ما نقبلش انه الفريق المنافس يعني يتحكم في الكوره وهو اللي يجازف يعني ويدخل المناطق نتاعنا. يعني عامة نحب نضغط على المنافس عالي، عامة نحب نفتك الكرة عالي ونسجل أهداف. إذا ما نفتكش الكرة يعني يلزم نستحوذ على الكرة يعني، وهذا يعني من الحاجات اللي شفناها عملناها في الدرجة التونسي خاصة، يعني استحواذ ولكن بروجريسيف، يعني نقدمه بالكرة، نستغلوا يعني المساحات ما بين وراء الخطوط المنافس، ندرس المنافس كما يلزم يعني طيلة الأسبوع أو الفترة اللي عنا، لاستغلال المسافات والمساحات والنقاط ضعف المنافس، ونعول كثيرا على اللياقة البدنية، وذي حاجة من الحاجات اللي يعني طورتها في 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 التكوين بتاعي، يعني تكوين لاعبين يعني قويين بدنيا. وذي حاجه من الحاجات اللي شفناها في الدرجه التونسي عملناها، يعني شفنا فريق قوي بدنيا ما يقفش، يعني المردود بتاعنا يمشي ويتحسن يعني في الثلث المقابل ليس بالعكس، وبالطبع يعني ندخل للمناطق للفريق المنافس، خاصه المناطق نسميها الريد زونز اللي هما 18 متر. 18 متر نقسموها بالطبع على بعض المساحات، فيه الاسيست زون يعني المناطق اللي فيها اللي يكون فيها الاسيست والمناطق اللي فيها التسجيل، وهذا كله يعني تدرس وندرسوه ونوصلوه للاعبين اللي هم بدورهم يستعملوا مهاراتهم. وفي اخر الحلقه يلزم اللاعبين والمستوى اللاعب يكون يعني عالي لكي معناتها لكي كما نقولوا نحن نشوفوا النتيجه بالنسبه لنا. وهذه حاجه من الحاجات اللي وهي الفارق ما بين اوروبا وافريقيا. ذاك علاش انا معناتها حتى في الترجي التونسي خدمت يعني الكثير على النقاط هذه، ولكن يلزمها وقت. اذا انت لاعبين ما تكونوش على النقاط هذه يلزم وقت ويلزم يعني تحضير، وذي حاجه من الحاجات اللي كما قلت لك يعني ما صارتش في بطولات اخرى ممكن، وفي بلدان اخرى كما قلت لك في مصر يعني التكوين ممكن احسن والبنيه التحتيه احسن يعني، واللاعبين شفت لاعبين من عادات تقاليد يعني الكره المصريه ويلعبوا كوره استحواذ على الكوره، ولكن يلعبوا كوره يعني بروجريسيف فوتبول، بوزيشن بروجريسيف فوتبول اللي هو يخليك يعني تتمتع وتشوف اهداف زي.